عليه تحريك المسطرة ضد من يقوم بالتزوير وبمجموعة من الخروقات، فالمندوبية الإقليمية للدريوش يتحرك المسطرة ضد المناهرين اللي كيطالبوا في التحقيق. محمد النقادي عادي الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالناظور. سأدخل مباشرة في المشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بصفة عامة والفيدرالية بصفة خاصة مع التسيير في الإقليم والتسيير في الجهة. النقابة الوطنية للصحة العمومية أصبحت مستهدفة وبصفة واضحة من طرف السيدة المندوبة الإقليمية في مدينة الناظور، نظرا للطريقة التي تعالج بها النضالات ديالها، ونظرا للوقفات والعديد من المحطات التي أخذناها في مواجهة الفساد المستشري بالإقليم الناظور. لقد كان العديد من الإخوان والأخوات الفيدراليين والفيدراليات ضحية لانتقامات وضحية لتصفية حسابات من طرف المندوبة. نحن الآن بدءا بهذه الوقفة الاحتجاجية التي نعبر فيها عن انتعاضنا وعن غضبنا الشديد من خلال الشعارات التي رفعناها، عاقدون العزم على أن نسير قدما، سنذهب بعيدا، سندق جميع الأبواب إن شاء الله، ومحليا وجهويا ووطنيا، إلى أن يحق الحق إن شاء الله. وشكرا ناظور سيتي. الإخوان في ناظور سيتي على هذه المواكبة الميدانية لكل الحركات الاحتجاجية على المستوى المحلي، نتواجدوا هنا في هذه الوقفة الاحتجاجية اللي تنظمها المكاتب الإقليمية ديال القطاع ديال الصحة في الجهة الشرقية. وهذه الوقفة كتجي في السياق ديال الوضع ديال التردي في المراكز الاستشفائية على مستوى الجهة، وكان آخرها المناصب التي أعلنت لتسيير مجموعة من المصالح على مستوى أساسا المستشفى بالناظور. لكن هذا الإعلان تم فيه إقصاء مجموعة من الكفاءات التي راكمت تجربة طويلة في المجال ديال الصحة، راكمت تجربة طويلة وراكمت خبرة. أيضا هذه الوقفة تجي أيضا في السياق ديال الوضع ديال التردي ديال الخدمات الصحية على المستوى الوطني، ماشي فقط على المستوى ديال المستشفيات الجهوية، المستشفيات اللي كاينة في الجهة. أملنا كبير في أن تجد هذه الصرخات ديال المناضلين ديال قطاع الصحة أذانا صاغية على مستوى المندوبيات الجهوية في مستشفيات ديال الجهة، وعلى مستوى المندوب الجهوي أيضا، لأن هناك ملف مطلبي متكامل، وكيستناو الأخوات والإخوة النتائج ديال المطالب ديالهم على مستوى كل النضالات اللي خضوها دفاعا على هذه المطالب الأساسية. شكرا لكم. بدايه اولا ينبغي ان نترحم على شهداء الواجب وشهداء الصحف الاماميه في مواجهه هذه الجائحه، كما نتمنى ايضا الشفاء العاجل لكل الاخوات والاخوه الذين يقودون في المستشفيات جراء هذه الجائحه. بدايه ليست هناك اشياء مرتبطه بالجائحه فقط، نحن كمناضلين الفيدرالية الديمقراطية للشغل على امتداد القطاعات الأساسية والحيوية والاستراتيجية، نقول بأنه ليس هناك أشياء مرتبطة بالجائحة، وإنما هناك أشياء مرتبطة بهذا التدبير الأحادي